ربما بارادوكس اون بلوس تو برا معناتها ولاو يبيعوا في الدويت والداخل ولاو يبيعوا في المخدرات هذيك هي الحاجه اللي تبعد تشد هل ما زالت فما اخلاق اليوم في تونس ولا لا التونسي اليوم هل ما زال يهتم من شنية قاعد يستمد في مصدر الرزق نتاعو ولا ما عادش يهمه حرام ولا حلال اعطيه فلوس نورمالمون قبل ما يبداو يخدموا ديجا نورمالمون يحلفوا يعني تحديدا في العاصمه ما غير ما نذكروا المكان اليوم تم ضبط ممرض رئيس باحد المستشفيات يروج مواد ممنوعه كيما الزطله والاقراص المخدر شنو رايك في الخبر هذا حاجه تحشم على الاخر خاطر نعرفوا اللي مهنه الطب مهنه نبيله برشا دونك لازم الطبيب يتحلى معناتها بالاخلاق الحميده اول حاجه يتحلى بالضمير خاطر باش تداوي عبد معناها لازمك مسؤوليه كمان باش تداوي العباد ويعني لازمك تكون مسؤول انت في حد ذاتك يعني دونك طيب باش يعدي ميساج مزيان للعباد مش باش يبيع لهم حاجات معناتها تضرهم في عقولاتهم هكا ولا وفما بارادوكس اون بلوس تو برا معناتها ولاو يبيعوا في الدويت والداخل ولاو يبيعوا في المخدرات هذيك هي الحاجه اللي تبعد تشد سي سا هذيك هي الحاجه اللي تبهت معناها من شكون ياخذوا المثال ملا توا كي يقول قايل كي الطب هي اللي ولات تبيع في المواد المضره هذه طب ولات تبيع في المواد المضره معناتها سي سا مش كون ناخذوا المثال يعني كان طبيب معناتها اللي نورمالمون يكون ينصح ويكون انا بيرسونيلمون نحي حتى المواد المخدره على جنب بيرسونيلمون مره مشيت للطبيب وانا وقتها ناقصه في بدني كل شيء نورمالمون مينيموم ينصحني يقول لي اكل خضره وكل شيء من حاجات من نوع هذا قال لي اسمع كل اللي تحب انا بيرسونيلمون راه ما ناكلوش البرود وراه والله هكا معني بدا قال لي كل اللي تحب جوست احترم لي رونديفو اللي نعطيهم لك فهمت يعني باش تدفع له فلوس صحيت باش ندفع له فلوس وقال هي لي توكور معني فهمت ما عادش فما ضمير جمله وين الضمير وين مشى ما عادش فما ضمير نورمالمون قبل ما يبداو يخدموا ديجا نورمالمون يحلفوا يعني يحلفوا يهزوا يديهم نحلف بيمين انه كذا وكذا اتحل اني نتحلى بالاخلاق الحميده وبالضمير المهني وباللزمني معناتها فهمت امك تقول لك اقرب شوي طبيب ومهندس وفرملي باش تنور لنا وجوهنا هكا اقرب شوي طبيب ومهندس وفرملي ومن بعد نطلع طبيب ونقتل العبيد ويدعيوا عليا ومن بعد يرجع عليا قتاش يرجع الضمير سا ديبون انت وشخصيه العبد انت وقناعاته انت وكيفاش انت وطينته معناها انت وكيفاش تربى قبل معناتها مش مربوطه الحكايه بهو وين واصل هو طبيب ولا مش مربوطه بطينته يعني نحكيو على مصدر الرزق اليوم او مصدر الفلوس في علاقته بالخدمه التونسي اليوم هل مازال يهتم من شنية قاعد يستمد في مصدر الرزق نتاعو ولا ما عادش يهمه حرام ولا حلال اعطيه فلوس ما عادش يهمه ديجا المخدرات معناها حاجه حرام يعجبكش معناها كلنا نعرفوا لي حاجه مخدرات حاجه حرام ومعروفه معناتها سي اون ريغل ريليجيوز وريليجيوز سامحني وما عادش يهمه طبيب مش طبيب ما عادش يهمه في سمعته اعطيه فلوس لو سامحني طبيب انت مثلا عندك معناتها منين تجي عندك كابيني نورمالمون وعندك وين تجيب فلوس وتلقاه يدخل في النهار نعرفش مينيموم مليون فما طب مشهورين معناها يدخلوا دي سوم حتى اكثر من وظيفه عموميه قال شيء مليون و200 قال شيء مليون و200 سي سا وماذا به بلوس ماذا به حاجه حتى حرام ماذا به يزيد يدخل فلوس اكثر معناها هل ما زالت فما اخلاق اليوم في تونس ولا لا مادام راهو حاجات من نوع هذا يعملوا فيها طب اللي يلزمهم نورمالمون يكونوا اكثر عباد ربي ما يتحلاو بالاخلاق الحميده وبالنبل كما قلت لك في خدمتهم ويعملوا في الشيء هذا لوغ دونك ما فميش اخلاق ما فميش اخلاق سي بون قلت الحين راهو فيها في لي دومين الكل مش حتى في عند الطب ولا الوضع صعيب اليوم تاع البلاد يعني نحكي على الوضع الاقتصادي هل هو مبرر كونه تونسي اليوم يلتجئ لطرق غير شرعيه باش ينجم يجيب فلوس ولا بالطبيعه هل هي مبرر يعني اي صحيح سختا موت نجم تكون مبرر اي انت شخصيا مثلا انا شخصيا بون ليه اكيد انا شخصيا نرى العكس كومبليتمون